السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين في المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا التمرين يقول: نعتبر الشكل جانبه بحيث ألف قياس الزاوية بالدرجات. إذا عندنا ABC مثلث، وعندنا ألف قياس الزاوية B، 5 ألف قياس الزاوية A، و 3 ألف قياس الزاوية C. السؤال الأول: أحسب ألفا. السؤال الثاني: استنتج قياس كل زاوية من زوايا المثلث ABC. إذا نبدأ بحساب ألفا. إذا في المعطيات إحنا لدينا مثلث، وحنا كنعرفو بالنسبة للمثلث فمجموع زوايا المثلث كتساوي 180. إذا لدينا ABC مثلث، إذا مجموع الزوايا يساوي 180. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن A يعني الزاوية A زائد قياس الزاوية B زائد قياس الزاوية C، إلا جمعنا قياس ديال ثلاثة الزوايا ديال المثلث كيعطيني 180 درجة. A شحال كتساوي؟ إذا حسب المعطيات A كتساوي 5 ألفا، إذا كنعوضها بالقيمة ديالها، و B كتساوي ألفا، و C كتساوي 3 ألفا، إذا كتساوي 180. إذا لقينا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، المجهول هنا هو ألفا. إذا عندنا 5 ألفا زائد 1 ألفا هي 6 ألفا، و 6 ألفا زائد 3 ألفا هي 9 ألفا، تساوي 180. إذا ألفا يساوي ماذا؟ إحنا عندنا جداء 9 في ألفا أي 180 على 9. إذا ألفا كيساوي 180، 180 هي 9 مضروبة في 20 على 9، أي كنختزلو بالعدد 9 تيبقى لنا 20. إذا ألفا كتساوي 20. السؤال الثاني: استنتج قياس كل زاوية من زوايا المثلث. إذا لقينا ألفا كيمكن لي نلقى بسهولة القياس ديال زوايا المثلث. إذا B تساوي ألفا، إذا تساوي 20، A تساوي 5 ألفا، إذا تساوي 5، وكنعوض ألفا بالقيمة ديالها اللي هي 20، إذا هذه 20 درجة. إذا 5 في 20 هي 100 أي 100 درجة، والزاوية C تساوي 3 ألفا أي 3 في 20 أي تساوي 60 درجة. هنا خصني نتأكد من ممكن نتأكد من صحة الجواب. إذا عندنا 60 زائد 20 80، و 80 زائد 100 180، إذا بالتالي الجواب عندنا صحيح. إذا مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة.